أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامج العائلة العراقية، برنامج بين الناس. عودكم دائما هذا البرنامج على الخروج ميدانيا لكل مكان في سبيل المواطن وما يحتاجه، ودائما هواتفنا مفتوحة أمام المواطن لتلقي كل الاتصالات. طبعا شاشة بين الناس وفضائية صلاح الدين هي شاشة ميدانية، يعني الآن تقريبا الساعة 1 ظهرا في هذا الجو، لكن أنا اليوم وزميلي أحمد الدوري ارتئينا أن نسوي جولة كاملة اليوم ببرنامج بين الناس مع قسم الحماية الاجتماعية حتى يعرف المواطن راتب الرعاية الاجتماعية ووصول هذا الراتب وكيفية التقاطعات، وحتى المواطن دائما يلتمس من خلال هذه الشاشة كل الأمور اللي يطلبها. ايضا تم افتتاح يعني سيطره جديده او منفذ جديد في منطقه القادسيه بعد جهود كبيره من قبل الساده المواطنين اللي ناجدوا السيد المحافظ وقائد الشرطه. طبعا ارتئينا ان نقدم اليوم هذه المقدمه من شارع الاطباء في مركز مدينه تكريت، واللي زارها السيد محافظ صلاح الدين قبل عده ايام، وكانت عده اوامر لهذا الشارع المهم الحيوي التجاري بعمل مسقفات وليظهر بالشكل الجميل، لانه الناس اللي تجينا من كل محافظات العراق يشوفون هذا المنظر الحضاري والجميل ويتعاونون مع الاخوان في المحلات في هذا الشارع المهم. احنا دائما هواتفنا مفتوحه، فقط اريد انوه على نقطه جدا مهمه جدا بالنسبه للرعايه الاجتماعيه راح يشوفوها الجوله الكامله. اخوان تعاونوا ويا هذا القسم، لانه اليوم المواطن يستلم راتب رعايه اجتماعيه وعنده راتب اخر، من دا يصير تقاطع دا يعني ينتهي الراتبين عليه، فانت ليش تضيع هذا الشيء؟ صار عندك راتب رعايه اجتماعيه، اذا عندك راتب بغير مكان اكثر انهي راتب الرعايه الاجتماعيه. تعالوا ويانا جولة سريعة في برنامج بين الناس أنا وزميلي أحمد الدوري. خلف الله على المحافظ، والله يخلف عليه ويخلي له ولده. يعني حكى ويا كلهم وقال لي حجي اقعد وما حكوا وياي نهائيا. الحمد لله. وكلهم احترمونا وكلهم قدرونا والله يقدرهم ويوفقهم. راحوا لهم اربعه والطحين مالهم حتى نقولها لون عيب علي، اي من جينا من التهجيره اني ادفع واجيب لهم وياه، ما عندهم لله حالهم حال طحيني هاي وحده هم يدرون. بعد قال راح انا من مطلعانه متباسل ما عند مدرسه، بعد لو طاب بالغرفه لو ما طاب وقعت عليهم. والله أنا هن قمت من الغرفة متمهندة عليهم شلون هالصبة هاي علي وعلى أمه وعلى، رحت فزعت العرب علي جم ما تلحقوا. هذا توالي شباك توالي شين كوة، وهذا بهالحياة هذه وبهال بهالدنيا هاي. والله شو سوي هذه؟ أكو ناس خيرة حقيقي خابروني يريد يزكوني يصدقون في سبيل الله. ما يندلون المكان، إحنا نجي يعني حتى ندليهم ان شاء الله عليكم. الله يسلمك الله يعوضك. وما عنده والله كتايك 10,000 بس راح من الفجر تا يجينا بالليل. والله 10,000 اشوف ليش هذا حال. ما عندي صحه لا يقومون يقوموني ويجيبوني غار، والخبزه ما اقدر اروكها الا يسدوا لي حلب وشيبه تهيتها. عندي سكر وعندي ضغط وعمي ما اشوف. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة مثل ما نوهت قبل قليل، اليوم أنا وزميلي أحمد راح نبدي برنامج بين الناس، والفقرة الأولى في يوم من الأيام يعني اتصلوا بنا مجموعة من أهالي مدينة تكريت منطقة القادسية، وكان اقتراح لفضائية صلاح الدين أو عن طريق فضائية صلاح الدين مقترح إلى السيد قائد الشرطة والسيد محافظ صلاح الدين أنه يفتح منفذ آخر
من منافذ القادسية في منطقة أو في شارع جليل القصاب رحمه الله. طبعا هذه المناشدات حقيقة كانت مدروسة من قبل قيادة شرطة صلاح الدين وإدارة المحافظة لفك الزخم عن منطقة القادسية، وفعلا تم يعني الإسراع في موضوع فتح منفذ ثالث. قبل ما نروح نشوف هذا المنفذ اللي تم افتتاحه، خلينا نروح نشوف وياكم لقطات من المناشدة اللي يعني كانت من قبل المواطنين حول افتتاح منفذ آخر في منطقة القادسية. خلينا نروح وياكم نشوف هاي اللقطات. صار أكثر من 5 سنوات هذا المنفذ مغلق. هذا الشارع استراتيجي بالأصل، طريقين لو يربط بين من شارع العام إلى حي الجامعة، منطقة تحتوي على جامع وقاعة فواتح وأكثر من مدرستين، إضافة إلى الكثير من المحلات التجارية أغلقت بسبب قطع هذا الشارع. شوارع مثل ما تشوفون محفرة. ضروري جدا احنا نناشد السيد محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة وقائد شرطة المحافظة بضرورة فتح هذا المنفذ وتخفيف المعاناة عن أهالي هذه المنطقة. والآن التعاون موجود بين المواطن وبين الجهات الأمنية بمختلف صنوفها، لذلك احنا نناشد ونقلن عن أهالي هذه المنطقة بضرورة يعني رفع هذه المعاناة. بالنسبة للأمن، تعيز الأمن، أنا المواطن، أنا الأمن مال المدينة. هسه صارت اكو حاله اكو صارت حاله تواصل بين المواطن وبين الجهات الامنيه، اي خلل نشوفه احنا بدنا نتصل مباشر بالجهات الامنيه. اني امن المنطقه، المواطن، واحنا المواطن اللي احنا امن المنطقه، احنا اول متضررين، نتضرر. سياراتنا تكسرت، لاكو شارع مبلط حتى نمشي به، تكسرت سيارات. المنفذ اني هذا بيتي وهذا المنفذ، بس استدير اطلع الشارع يخدمني زين، لا نقدر نروح على الدوامات، نقدر نروح على مدارسنا. مخزن مالتي هنا، من تجيني سياره داخل الاحياء السكنيه افتار حتى تجي السياره تفرغها. انتم خاصه المحلات العشاره، هاي محلاتنا العشاره، هذا المخزن. هسه من تجي السياره قلت لك افتر عليها داخل الاحياء السكنيه، واير مولده غير الواير كله ينقطع في سبيل ولا تجي السياره منها، والمنفذ هذا عني 10 امتار، يعني قطع باب رزق هذا المنفذ. وهذا ايضا السكلات موجوده، محلات امل الانشائيه نفس الحاله، نفس المعاناه. بعدين القادسيه استاذ الله يحفظك، القادسيه ترى مو اهله تصير ناحيه، يعني مو سهله القادسيه، يعني كبيره جدا كبيره، من بدايه الضباط الى نهايه جامعه تكريت. احنا منطقه كامله بها الاف مؤلف. هسه هذا شوف المربع، والمربع ذاك والدنيا كلها هاي الشوفه كده. طبعا نطلع منها نتجه منها، احنا خلينا نقوم نلاف منها ومنها، وتدري انت عادل المنفذ مال البلاج الازدحامات هيك عاليه، سنه يلا تطلع زين. اعزائي المشاهدين، بعد ان شفنا وياكم هذه اللقطات من مناشدات المواطنين، اليوم نشوف هذه السيطره الجميله وجهود الخيرين، بجهود إدارة المحافظة، السيد المحافظ، السيد قائد الشرطة المحترم، الأخ العقيد فارس خليفة الوطني. يعني نشوف اليوم أجمل ما يكون هي السيطرة ودخول المواطنين من هذه السيطرة. يعني هذه الحقيقة فشيء جميل. اليوم نشوف أنه أكو مناشدات للمواطنين، وعبر شاشة صلاح الدين إن شاء الله، فضائل صلاح الدين وبرنامج بين الناس إلها فد إن شاء الله بصمة من قبل المواطنين في سبيل إيصال صوتهم بأجمل ما يكون. إذن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والخيرين، أكو استجابة سريعة لفتح منفذ في منطقة القادسية. وهذا المنفذ الحقيقة إذا صور لي أحمد، هذا المنفذ يربط منا إلى يعني قاعة مسايم. وطبعا إحنا من خلال شاشة صلاح الدين يعني فقط أريد ننوه تنويه أخوان، يعني إحنا اكو شوارع لا تفتح، اكو امور طيبه، اكو منتزهات، طبعا لا انسى ايضا دور السيد مدير البلديه استاذ انس. لكن احنا نريد من المواطنين، يعني قبل فتره صارت حادثه يعني رادت يروحون بها ضحايا نتيجه السرعه، واليوم شوف اكو عمل مطبات لهذا. طبعا الشارع الرئيسي نفس الحاله اخوان، يعني احنا يمكن الفرق بين المشي 150 والمشي 100 هو ما بي ربع ساعه. فاحنا نريد ارواحنا وارواح اطفالنا ونسائنا حتى في سبيل أن ننقذهم، خلي شوية نتأنى بهذا الموضوع. إذا شكر موصول لكل اللي ساهموا في فتح هذا المنفذ.
أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة اليوم جولتنا والفقرة التالية هي أنا وزميلي أحمد الدوري اليوم راح نزور دائرة الرعاية الاجتماعية أو قسم الحماية الاجتماعية. طبعا قبل كم حلقة كانت لنا زيارة إلى قسم النساء. اليوم كثير من الاتصالات يعني يسألونا عن موضوع الرعاية الاجتماعية، الأسماء، سياق العمل. فإحنا الحقيقة اليوم راح نشوف وياكم يعني شو وقت يعني ترفع الأسماء، شو وقت يصير التقديم على هذا الموضوع. إحنا حقيقة يعني دائما أرقامنا موجودة أخوان، إحنا في كل مناسبة الناشد المواطنين ونقول لهم أخوان اللي ما يقدر يجي القسم الحماية الاجتماعية أو الرعاية إحنا موجودين، استفساراتنا واتصالنا مباشر مع الأخ الأستاذ بشار مدير الرعاية أو الست رؤية مديرة قسم النساء. فإحنا الحقيقة ما عندنا أي مانع أنه نفهم مواطننا عن كل الأمور اللي يطرحها. إذا ما نطول وياكم راح نشوف وياكم جولة في قسم الرعاية الاجتماعية في دائرة تكريت. أعزائي المشاهدين الحقيقة قبل سنة مثل هذا اليوم أو قبلها يعني كانت أيضا لنا زيارة لقسم الحماية الاجتماعية في صلاح الدين وكانت عندنا استفسارات لكثير من المواضيع. الحقيقة اليوم بداية راح يكون جولة مع الأستاذ بشار مدير الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين. حياك الله أستاذ بشار. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ وليد، شرفتنا الرعاية الاجتماعية وانتم مو جديد عليكم متابعة أمور الناس ومتابعة أمور الدائرة، نقل معاناة المواطنين. وإحنا الحمد لله والشكر مثل ما شفت حضرتك نستقبل المواطنين كل أيام الأسبوع، وإضافة الموضوع عندنا لجان فرعية تستقبل بكل الأقضية. والعمل مالنا يخص بالرعاية الاجتماعية، عندنا بيان سنوي، عندنا بحث اجتماعي بخصوص يخص البحث الاجتماعي، عندنا دفعة من الرواتب إن شاء الله اليوم تنزل إن شاء الله الدفعة الرواتب، يعني جيتنا خيرا إن شاء الله دفعة مال شهر تموز وتنطلق إن شاء الله تدريجيا وتتحمل بالمنافذ مال صرف الكي كارد. والعمل جاري، أكو أسماء عندنا متوقفة حدثوا بياناتهم بسبب غلق البيان، غلق الهاتف أو تغيير العنوان، وهواي أعمال عندنا. وعندنا بالنسبة للشمول الورقي عندنا 759 من بين المحافظات ظهرت لنا أصدار ذكية. لقلة التخصيص المالي للوزارة فتوقف يعني توقف الإصدار لكل المحافظات لحين تخصيص مالي للوزارة، وإن شاء الله معالي الوزير والسيد رئيس الهيئة والسيد مدير العام ساعين بهالموضوع في سبيل تخصيص مالي لكي يتم إصدار بطاقة ذكية عن قريب إن شاء الله، جاي يسعون بهالموضوع. سيد بشار بداية احنا مبارك يعني الخطوة المهمة بالمدراء فروع والدوائر بلبس البدلة الرسمية. نعم. حقيقة شوية تطلع المظهر جميل. وأيضا أكو موضوع مهم جدا أستاذ بشار، اليوم المواطن يعني قلتها بالمقدمة يريد كثير من الأمور، لكن نحب أنه أنتم تنزلون يعني هواتف على الفيس أو من خلال قناة صلاح الدين، يعني المواطن مثلا اليوم مثلا بأطراف الشرقات أطراف بلد يريد يستفسر من حضرتك، يريد فد شيء، يعني تدري الحر والواسطة النقل يعني هاي الأمور، فكيف توعزنا بهذا الموضوع؟ نعم أستاذ وليد، إحنا عندنا صفحة رسمية على التواصل الاجتماعي هيئة الحماية الاجتماعية الموجودة يم مسؤول شعبة اللجان فرعية وموجودة يمي شخصيا. أضاف الموضوع أستاذ وليد، إحنا عندنا لجان فرعية بكل المحافظة، يقدر المواطن يعني بالشرقاط يراجع الدائرة مال الشرقاط بيجي سامرة، يعني متوفرة لهم كل يعني وسائل الراحة. ليش يجي المواطن هناك؟ أنا عندي موظف يعني يجمع الشغل إذا ما عنده الصلاحيات الممنوحة كلها، عندي موظف كل أسبوع 10 أيام يجي يجمع الشغل مال القضاء مالته ويجيب لنا إياه، إحنا نشتغله. هذا بالنسبة للجان الفرعية والأقضية. طيب. نعم. أستاذ بشار نأخذ جولة بس خلينا نشوف المواطنين اللي هنا. سلام عليكم حجاجنا. اليوم الرعاية الاجتماعية استريح ما لدي قومة، يعني دا نشوف انه اكو تواصل مع المواطن، شلون الامور ان شاء الله دا تشتغل؟ والله الحمد لله زينين والجماعة
ويانا زينين ومريحيننا بالشغله. انتم من يا مكان امين؟ هانا من تكريت. من تكريت؟ اي. يعني اكو عندكم مشكله بالمعاملات او شلون يعني؟ لا ان شاء الله ما اكو مشاكل، سلامه المدير وسلامه الموظفين، جاي يمشون ويمشون شغلتنا واحنا مرتاحين من عندهم وهم مرتاحين من عندنا. الحمد لله. اي والله ان شاء الله ماكو مشكله. لا لا ماكو اي مشكله ان شاء الله. اي من الشجاع ايضا وياكم بسبيل المدير وكل الاخوه نحل المشكله. ما عندنا مشكله وياهم وقايمين بعملهم بصوره صحيحه جيده. جزاهم الله خير وبارك الله. شعبه استرداد الديون المتجاوزين اللي رواتب مزدوجه، يعني عنده راتب رعايه اجتماعيه وعنده راتب بغير دائره، هاي شعبة استرداد. يعني هاي مسألة التقاطع، ما التقاطع بالضبط تم التقاطع من قبل الحاسبة يتحول للقانونية وبعدين تحول لاسترداد الديون. معاملة يصير ايش قد المبلغ عليه، يسوي صك من مصرف ويجيب لنا اياه نستلمه، او بالتقسيط نسوي لها تقسيط على التقسيط اذا ما عنده امكانية. بس اريد يعني هاي نقطة مهمة حتى المواطن يعرف. نعم. انت دا توضحي له انه اكو مسألة تقاطع صارت او عليه مبلغ، هو يعرف عنده تقاطع يعني يتوقف راتب الرعاية عنده. زين. يجي هنا يسحب استشارية يزودوه مثلا، طلع على تقاطع وين وزارة الدفاع وزارة دا اي وزارة يعني وين كان عنده دا ياخذ بالضبط. احنا يجي للقرص من بغداد يتوقف عاد، يجي هو اذا دائرة نزوده بكتاب يروح يجيب الجواب، هل هو عقد هل هو اجر. زين هو هذا هسه ايش قدتي انت ايش قدتي له ايش قد عليه؟ يعني هو حسب المباشره مالته مباشر 10/1/2020 من تاريخ مباشرته بالعقد ما يستحق رعايه، نحسب احنا المبالغ عليه من تاريخ مباشرته لغايه اخر استلام له، عاد وراها يتددها تتدقق المعامله، يا اما يريد يجيب كفيل قسط الهي او يدفعها نقد بقيمه. بس اكو شيء مهم حتى المواطن يعرفه، يعني اليوم مثلا انا علي طلع 1,800,000 او 1,900,000 يعني هذا راح يصير ثقيل علي، شلون التسديد بالنسبه للرعايه؟ يجيب كفاله، كفاله ضامنه، يجيب موظف يكفله او متقاعد اي شيء يجيب يكفله. على مود التسديد، على مود التسديد عاد ينطلق راتبه وبعدين نقسط الهي احنا على راتبه. هاي في حاله عنده انهاء خدمات. اما في حاله يريد يظل بدائرته لا، هذاك الوقت يعني انتم ايضا عندكم خيار انه اذا يريد يبقى بالرعايه اذا مثلا هذا عنده انهاء خدمات يريد يبقى على الرعايه، يسدد المبلغ أم يحمى أقساط أو نقد بكيفه وبعدين ينطلق راتب الرعاية. إذا يريد هو مثلاً على دائرته يبقى يسدد المبلغ نقد صك مصدق من مصرف الرشيد، يسدد نقد ننطي براءة ذمة دائرته يستلم عاد رواتبه منها. هذه هوايدة تصادفكم؟ إيه هواي هواي عندنا عادات كبيرة. إيه عندنا تصير تقاطع كل الوزارات وشهر بشهر تجينا التقاطعات ونتخذ اجراء اللازم بيها. يعني احنا يعني المواطن نريد نتمنى انه لا يصير عليه عبء هذا الموضوع. يعني هو عنده راتب رعايه وجاء راتب المفروض راسا حتى لا يعني. ما عندهم درايه بهذا الموضوع انه ما يصير الدمج بين. ليش احنا هاي برامج للتثقيفيه والتوعويه؟ استاذ وليد من خلال منبركم الكريم احنا نحب نوصل رسالتنا للمواطنين اللي تعينوا واللي صار عندهم عقد، اللي اجور يومي اقل من واللي هو مستفاد من الرعايه. نعم. بالضبط المستفاد من الرعايه خلي ينطي مجال للناس الفقراء، لان اول تالي راح يطلع تقاطع ومن يصير تقاطع راح يصير له مشكله. راح يعرض وظيفته، راح يعرض وظيفته الخطر. راح يدوخ شلون راح يسدد بالضبط المبلغ. بالضبط. فاحنا من خلال منبركم نحب نبلغ احنا وناسنا بمحافظه صلاح الدين اي واحد يصير له تعيين ينفتح له باب رزق او تحسن حالته الماديه يجي يبلغ، لان هاي الاعانه لمن للفقير وجدت. صح. اي والله استاذ وليد. ما يصير الدمج بين الاعانه، احنا تعتبر اعانه مو راتب دائمي، ما يصير الدمج بين الاعانه وبين اي راتب ثاني. اي فعلا هي مساعده. اه بالضبط اعانه تعتبر مساعده. يعني استاذ بشار يعني هوايه يتصلون. نعم. كانت اكو يعني المفروض اكو زياده ما ارتفعتي؟ صارت زياده من بدايه السنه. جيد. هي صارت وانصرفت باثر رجعي همات. اي من قبل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. هو كانت يمكن ايش قد 175؟ وهي مو على عدد الافراد، يعني على عدد الافراد، النفر واحد، النفرين، ثلاثه، اربعه، بس هي اقل شيء 150. 175. 75. نعم نعم. نعم. طيب اريد اسالك ابو لو تجي لي جاي. يعني اذا تجي احمد انت كنت مستفاد من الرعايه صح؟ الحمد لله. وين طلع لك؟ بوزارة الدفاع؟ لا لصناعة والمعادن. المعادن؟ اي صناعة والمعادن، زدت استقالة من صناعة والمعادن بغيت على الرعاية. لأن ماكو استلام فلوس. يعني هسه أنت ظليت بالرعاية؟ نعم أستاذ. طيب. إيه. هسه إيش قالت لك الموظفة؟ الموظفة قالت سدد الدين مالك. حلو. من الماخذة. إيه. وينطلق راتب الرعاية. نعم. نعم أستاذ. شلون شفت هنا الأمور زينة إن شاء الله بالرعاية؟ لا حلو زين. عندك مشكلة؟ لا أي مشكلة ماكو. جي. جي.
الحمد لله. لا الموظفين حزين. بارك الله بكم. احنا حقيقة يعني هذه نلتمسه منكم، يعني انتم ولو تعبوا هاي، لكن جزاكم الله ألف خير ان تشتغلون بدائرة حقيقة هي معاونة الفقير والمحتاج، وجزاكم الله ألف خير. يعني اكو فد نقطة تحبين توضحيها ذات صادفكم يعني بيها انتم معاناة بالنسبة للموظفين، يعني حتى المواطن يعرفها؟ شنو انه اللي عنده رواتب مثل ما وضح استاذ بشار، اللي عنده راتب، اللي اي دائره طلع له مثلا عقد او اجر، يجي على مثل ما قال استاذ بشار، يجي يبلغ يقول انا هي فقط انه يبلغ حتى تصير نعم اذا كتاب عاد رسمي نشوف هل عليه ديون او لا، لان اكو غيره مستحقين، اكو الناس يعني طالع لهم اصدار صاعدين بغى ينتظرون يعني رواتب تنطلق، ها هي لا اكثر ولا اقل، بس نريد من عندهم يبلغون. طيب استاذ وليد، احنا مشكله جاي نعانيها من رغم احنا فاتحين لجان فرعيه بكل المحافظه، احنا نريد الناس تعرف الموضوع. انا قله كادر عندي بالرعايه الاجتماعيه، ومثل ما حضرتك هسه دخلت على الشعبه هي موظفه بحدها. لا عاد انتم زين قسم النساء ماكو فدنوب يعني. اي استاذ، فاحنا يعني من خلال منبركم الكريم احنا نبلغ الناس يعني الالتزام بالجدول، يعني الاحد تكريت، الاثنين الدوار، الثلاثاء الطوز والشرقاط، الاربعاء بيجي، الخميس سامرة. فاحنا نحب يعني تعالوا على الجدول حتى الموظف يقدر يقيم بواجبكم. اذا صارت هوسه بيوم الاحد كل الاقضيه جتي وضاف، احنا فاتحين لجان فرعيه، فنتمنى يعني من اخواننا وهنا وناسنا بمحافظه صلاح الدين اللي يراجعون الرعايه الاجتماعيه الالتزام بالجدول لا اكثر ولا اقل. واحنا ان شاء الله يعني انا اودت البارحه المغرب بالليل انا موجود بالداران وموظفين، يعني احنا شغلنا ما جاي يخلص يعني على قد الدوام او للوحده او للثنتين، اكمال المواطن، معامله المواطن، جاي نكمل عملنا وشغلنا رغم الضغوطات والتعب. وهاي اخوان الموظفين يعني مساعدين، والباحثين جاي يشتغلون يعني بهاي حر الصيف، والحمد لله ماشي الحمد لله. احنا نشكرك وان شاء الله الموفقين لك. بارك الله فيك. خلنك من الاستاذ بشار. جولتنا سريعه، سنه صار ترى عباك البارحه من جيناكم. فحقيقة المواطن يلتمس منكم خير إن شاء الله، واتصالاتنا يعني أبو حسين تركيز عليكم دائما على الرعاية. شلون تحكي لي سياق العمل من السنة الماضية لحد هاي؟ أولا نرحب بكم في قسم الحماية الاجتماعية في صلاح الدين، وإحنا طبعا سعيدين بزيارتكم لنا، والزيارة هذه يعني من قبلكم، من قبل فضائية صلاح الدين والكادر المتمثل بحضرتك والمصورين، هذه تسلط الضوء مثل ما قلت يعني على قسم الحماية الاجتماعية. احنا ما نسميه قسم الحماية بقدر ما هي المسمى الأمثل إليه جنة الفقراء. يعني هي قبل ما يكون هو واجب حكومي فهو واجب إنساني. فالحمد لله يعني بجهود الموظفين، بجهود سيد مدير القسم أستاذ بشار والكادر كله، يعني نسعى صباحا مساء في سبيل أن نحقق الهدف الأسمى هو إنقاذ هاي الشريحة من الوضع اللي هم حاليا به. فإن شاء الله من إطلاق رواتب، من إصدار ذكية، من وكالات، من إضافات، يعني أي شيء نسعى له، حتى في بعض الأحيان يعني أبسط مقومات المواطن من نشوفه واقف على الشباك ومتردد بعض الأمور عمي شنو يعني بحتاج، يعني نلتمس بأنه محتاج حتى مساعدة عينية ومادية من قبل الموظفين في إسعاف هذه الأمور. فمن العام اللي مضى لي اليوم فإحنا نعمل على وتيرة واحدة في إسعاف هذه الشريحة صباحا مساء بأيام الجمعة بأيام العطل. ومثل ما تشوف احنا مع قلة الكادر بس الجهود متضافرة في سبيل إسعاف هذه الشريحة المهمة قبل ما يعني مثل ما قلنا يكون واجب حكومي هو واجب إنساني. إذا تتلاحظ استاذ هنا هذا على الميزي، هذه كلها إجراءات، يعني كل كتاب اللي موجود هنا على هذا الميز فهو كله إجراء لمواطن، يعني كل كتابين وثلاثة المفروض يقوم بها موظف. صح. يعني أنا شعبتي هذه قليل الموظفين، يعني شعبة إجراءات يشتغلون كل شخص مع الأربعة أربعة، يعني أنا شعبة إجراءات لاحقة وشمول، يعني بوابة العمل في هذه المؤسسة أنا حسب الأمر الوزاري الأستاذ بشار المفروض ويا سبع موظفين أنا أعمل بشخص واحد. أستاذ علي آسف المقاطعة، يعني أستاذ بشار أنت كمدير قسم ومدير لهذه الدائرة، يعني مثلا شنو هل قلة التخصيصات ليش يعني أنتم مثلا على الوزارة أنا دائما أتكلمها، لكن أنتوا على إدارة المحافظة كمحافظة، يعني إحنا ليش ما نسوي مثلا حتى لو ماكو تخصيصات رواتب طبعا الموظفين ماكو، يعني خلينا نسوي عقود مثلا أو فد شيء يسرع من عملية، لأن أنتوا تشتغلون للمواطن. اليوم عندك أنت شقد مستفيدين؟ أكثر من 26 مو؟ لا 31. 31 ألف هذا يريد لهم عمل، يريد لهم أبابير، يريد لهم سجلات، يريد لهم أوراق مو؟
فشلون يعني؟ نعم استاذ وليد، مثل ما تعرف حضرتك تعيينات بهالوقت الحاضر ماكو. بس احنا نشكر ديوان المحافظة صلاح الدين المتمثلة بالسيد المحافظ الدكتور عمار، يعني اسعفنا بموظفين عقود والحمد لله، يعني شويه هم شالوا من العمل اللي عندنا، ساعدونا وساعدوا الموظفين بالرعايه الاجتماعيه، لان شغلنا شغل جبار استاذ وليد، وشغل يعني عمل متواصل يعني ابد، يعني ايش قد يعني هسه عندنا احنا هذا الشمول الورقي، يعني عبر ال 40,000 الشمول الورقي، يعني احنا عندنا عمل ادخال، هذا الشمول الورقي مسح ميداني، ادخال، رفع قاعده البيانات، هوايه تتطلب من عنده عمل. فالحمد لله يعني، واحنا جاي نسعى بالموضوع بتعيين عقود جديده من قبل المحافظه ومن قبل الوزاره، يعني حتى شويه تمشيت حال لكن الضغط اكثر من اللازم. ادري استاذ بشار يعني مما ياثر حتى على صحتنا، بس اللي يشيل دافع اللي يدفعنا للعمل هو الواجب الانساني، هو انتم عملكم انساني، اما الانسان يعني احنا اذا نعمل على انه واجب وظيفي فنعمل لساعات معدوده، بس اللي يجيب لنا مساء واللي يجيب لنا بايام العطل هو حبنا للعمل وحبنا لهاي الشريحه المستضعفه من ابناء محافظتنا. ساد علي، لو مثلا ناخذ هذا السجل اول واحد 2020، يعني هذا شلون السجل هسه انتم منظمين به حتى واحد من يجي مثلا يشوف كل عمل انه انتم استاذ؟ احنا عملنا يعني بالاضافه قلت لك اذا قلت الكادر، يعني حتى بيناتنا حتى نحافظ على يعني طلبات المواطنين بالضبط، يعني من يجي المواطن من جايب له مثلا معامله اسجله بسجل، شنو معاملته؟ مثلا ايقاف قيد متعين او اطلاق قيد، جايب لي براءه ذمه، حتى بيناتنا بين الشعب نسلم ذمه، يعني من يجي المواطن اسجل اسمه واختم اوقع الشعبه المعنيه، بحيث من يجي اقول انت معاملتك بالمكان الفلاني حتى لا تضيع هنا وهنا معامله، يعني ويا زخم العمل بيناتنا يعني سجلات ذمم في سبيل ان نحافظ على معاملات وطلبات المواطنين، لان المواطن هو جاي تعبان اذا ضاعت معاملته هم يروح يستنسخ هم يروح يصور، فهذا بالاضافه الى عملنا ذمم بيناتنا رسميات بداخل القسم في سبيل ان نحافظ على ولايه المواطن حتى يطلع منا هم راضين رب العالمين هم راضين المواطنين. احنا حقيقه يعني ندعو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ويطول اعماركم خدمه لهاي المواطن. يا مرحبا، احنا شرفنا بيك، يا مرحبا، ان شاء الله دائما معاكم في سبيل المواطن، كلنا احنا عملنا يصب في خدمه المواطن. احنا والله استاذ يعني احنا نكيف من تجونا وتسلطون الضوء على هذه الدائره حتى تشوفون عملنا، وبنفس الوقت هذا يعطينا حافز اكثر ان نقدم، لان نحظى برعايه المسؤولين والاعلاميين حتى يشوفون اللي وضع اللي بيه، واحنا ان شاء الله ماشيين بهذا الطريق، سواء كان ردفونا بالكادر او ما ردفونا فاحنا ماشيين بهذا الطريق. وحياك الف شكر، بارك الله فيك. والله مستقبل المواطنين يعني من ايقافات من تعدين من واضافه عمل الشعب القانونيه، يعني حاله المتجاوزين الى المحاكم يعني اذا ما يسددون المبالغ. احنا هاي ناكد على النقطه دائما نقولهم من خلال شاشه صلاح الدين، اخوان اكو كثير من المستفادين من قسم الحمايه الاجتماعيه تعين او توفى، مو اكو امور قانونيه يجون يبلغون حتى لا يصير تقاطع رواتب، مو لا ما يبلغ يصير راح يصير تجاوز وهاي راح تتراكم عليهم، احتسب المبلغ حسب التحركات البطاقه الذكيه. زين ايش قد صادفكم هذا الموضوع؟ هوايه يصادفكم؟ هوايه يعني يوميه اعداد، يعني شيء مو طبيعي. انت شنو الاجراءات في المزدوجه؟ يطلع موظف او حشد او عسكري او شرطي. استاذ بشار، انتم بالنسبه لصفحتكم تبلغون هذا الموضوع يعني؟ نعم استاذ وليد، بالنسبه للمتجاوز اللي مبلغه اكثر من مره بدائرته وما يراجعنا، استاذ خالد يسوي مطالعه لي ونرفعها بكتاب رسمي للمحكمه. بدايه هو يصير تبليغ له مباشر؟ تبليغ اكثر من ثلاث مرات بدائرته، اكثر من ثلاث مرات ندس كتب رسميه بان السيد فلان يخليه يراجع الدائرة، وذلك عنده تجاوز، عنده مشكلة بالرعاية الاجتماعية، ثلاث مرات أربعة ما يراجعنا نتخذ إجراء القانوني به، لأن هذا أموال دولة وتجاوز، وهذا حق مال فقراء لازم يعني يتخذ بها. يعني هو يعني استاذ بشار إذا ما راح يستجاب للموضوع مو شوية مسألة خطرة عليه أو يعني؟ هو راح يعرض نفسه للمساءلة القانونية بالنسبة الوظيفته، وضاف الموضوع محكمه يعني قضاء تصير بها، دعوه رسميه تصير من قبل دائره على مواطن. اي احنا علش هذا السؤال والجواب خليه يعمل عمل التبليغ وانتهت المساله. استاذ وليد يعني هو احسن يجي، يعني حتى نقدر احنا مو مثل اذا واحد طلع له مليونين او ثلاثه او 10 ملايين، ذاك اليوم واحد طلع له 19 مليون، التقسيط من قسط الهيار. إيه يعني ما عنده دفعه، ما عنده دفعه، ونعرف وضع الوضع مال الناس ونعرف
الوضعية، فانقصت هي حسب الصلاحية الممنوحة لنا، انقصت هي تقسيط. ستبان انت يعني مديرة الحاسبة اليوم، كل الشغل تقريبا المهم عليك. الفلترة هنا، الفلترة مال العمل كله هنا يطلع هنا يعني يبين. فاليوم احنا مواطننا خلينا نعتبرها بخانة انه ما يعرف، يعني ما نقول انه هو مثلا يعني يريد يسوي متقصد او لا. شلون يعني من خلال الشاشة يعني تنطين فد ملخص للمواطن حتى لا يروح بيها وبعدين يخسر مبالغ ويخسر كذا؟ هاي انا اليوم ركزت عليها الحقيقة. يعني هو يجي المواطن يريد يشوف اسمه هنا، طبعا احنا عندنا اقضية، عندنا لجان فرعية بكل مكان، فيجي المواطن يشوف اسمه، نشوف اسمه اذا موجود وشنو عنده مشاكل، نسحب له اني عن دوري اسحب له استشارية شنو المشاكل تبين عندي بهاي الاستشارية، انطيل هي ويروح اوجه على يا شباك رقم شقد يتوجه عليه ويكملون اجراءاته. يعني احنا نهيب بالمستفيدين الف مره، نقول لهم مرات ما يريد يوقف بالشباك وما يريد هذا الزخم اللي يصير، لازم عندنا زخم هوايه، احنا عندنا 51 الف مستفيد كلهم يراجعون وكلها تراجع 51 وفي زياده، لان عندنا مال التقديم الجديد مال النواب. يعني ستبان حتى لو من من الاقضيه قصدي لازم يراجعون هنا كحاسبه رئيسيه مشكلة. لا هي اللجان الفرعيه موجوده، بس من عند حاسبه تعالج المشاكل هاي هنا، هنا من عنده مشكلة أبو اللجان الفرعية ما يقدر يحلها رأسا يجي هنا. فأنا عندي 51 ألف مستفيد، فتخيل شلون ما يصير زخم على الشباك زين، وأنا الموظفة الوحيدة اللي هنا، ما عندنا كادر صحيح، أنا الوحيدة اللي هنا موجودة. فهذا شي يسوي يستغل أنه ينطي فلوس المعقب حتى يمشي بيها، هذا غلط طبعا. يعني دنقولهم مرات يقول له اسمك موجود وانطيني هالجيت وهو كل شي ماكو، فهو ينتظر شوية شوية تمشي إجراءاته منعوفة، ما نبقى الشباك ونقول له روح ترى خلص الدوام، لا أقولهم أبقى وياكم لي آخر واحد يطلع، وما يعرفون كل الزين. يعني هاي رسالة أخوان لكل المواطنين، هاي يعني ستبان يعني هي قديمة وتعرف مديرة الحاسبة، هنا عملكم أخوان. يعني ليش معقب؟ أنت تجي وبنفسك وتباوع على اسمك، تباوع على التقاطع، تباوع على الغلط اللي يصير، فليش أنت تخسر فلوس للمعقب والمعقب طبعاً هو أنت راح تنطي فلوس فراح يأملك، راح يقول لك اسمك موجود، ما راح يقول لك لا ما موجود. فأخوان هذه رسالة لكل الأخوان المستفيدين بقسم الحماية الاجتماعية، ستبان مديرة الحاسبة تناشدكم على هذا الموضوع. كلش مهمة، لحتى لنشجعهم لا، يعني هذا التشجيع ده يصير هواية. فدائما يقول لي ست اسمي فلان شي يابا ماكو، ومشاكل هواية ده صير عندنا. زين ستبان يعني شلون نقدر نعالج الموقف؟ مثلا اليوم أنا طلع عندي خطأ معين، وتدرين يعني العالم معتمدة ساد بشار كل شهر تستلم مو راح يوقف الراتب، وهو معتمد وعنده أطفال، ترى أكو عوائد أطلع لها ستبان بالله أقسم بالله وأمام كل الناس مو بس معتمدة على الرعاية، وإنما دا يخلص راتب الرعاية وهم معتمدين عليه، فشون يعني نحاول نساعدهم؟ الراتب ما يتوقف إلا أكو سبب. يعني ذاك يوم جاني هم رجل كلش فقير، ليش واقف راتبه؟ عنده بصمتين، عنده بصمة ما الشهيد بالتقاعد مال ابنه ما يصير، وعنده بصمة زين هذا فقير، أنا من وقفت أنا شمدريني، جيت جاني أمر إنه ترى عنده بصمتين وقفي لحد ما تعالجي موضوعه. جاني عرفت البصمة مالت عيني، روح عالج موضوعك، راح ركض عالج موضوعه ورجعنا يعني سياق العمل مش طبيعي. طبعا طبعا يعني هو هذا السبب، من انت تقول لي هو هذا فقير ليش انقطع راتبه؟ ما نقطع راتب بدون سبب مستحيل، اذا ما تجيني اوامر وتجيني تقاطعات من بغداد، ترى هذا كان بال2006 مثلا بالداخليه هيجي، يعني ما يروح شيء تعوف حقها والله ألف دينار ما تعوفه، ما يروح كان بال2006 عنده راتب، عنده راتب عالجي، اخاف عنده يعني تقاطع، عندك ياخذ منا ومنا ياخذ، نوقفه الحين ما نسوي نكمل كل اموره بذاك الوقت، يلا حق راتبك. احنا قبل فتره ستبان كانت هاي قبل فتره يعني اقول قبل احداث داعش كانوا يقولون مثلا اليوم وليد المدني متمكن بس اسمه موجود بالرعايه، تتذكرين يعني اليوم يعني بجهود الخيرين وبالانتباه ماكو هذا الشيء. 24 ساعة كل وجبة تطلع، الوجبة دي ما شهر السادس من طلعت نقاطعها ويا هاي الوجبة جاتي ونشوف شنو أكو
صار عندنا تقاطعات من الداخلية، مال التقاعد، مال وزارة المالية، هاي كلها تجينا، كلها نقاطعها وأقدمها للمدير القسم ويأمرني بإيقافهم ووقفهم. عادي يدون يراجعونه. قلت ليش؟ ما عندي. ذاك اليوم جاني واحد يقول لي والله ما عندي لا منه. قلت له وقفت أطلع لك صفن علي. قلت له ها يعني يتصورون انه ما راح نعرف. صح بس يعني ما يعرفون، ما عندهم. احنا ليش هسه من خلال يعني دائما اكدها برامجنا التوعويه حتى الناس تشوف، يعني الناس هي قاعده بالبيت تباوع شنو استفاده الرعايه، شنو الامور السياق العمل، شنو الخطا، شنو الصحيح. ما نوقف اسم اذا مو عليه نقطه استفسار. شلون تجيبه؟ لازم توقفه، راح يجيك ركض. اذا ما توقفه شلون تقدر تستفسر؟ انا مرات ما عنده تليفون، الباحث شلون يستدل عنه؟ هذه مهمة جدا، كنا نعاني بها انا وأستاذ بشار. ما عنده تليفون، عنوانه غلط، فنوقفه حتى يجي. من يجي احنا راح نعوضه اللي وقفناه، راح نطيل ما الشهر اللي قبله. راح تاخذون معلومات عنه وتليفونه. يعني مستحيل. تدرين اكو ناس بسطاء، يعني جزء انا يعني اجزم انه لحد الان ما يعرفون شنو موبايل، ما عندهم موبايل، زين يجوز مثلا يستحي ينطي رقم الجيران، يجوز فهاي انتم تتخذون اجراءات. ينطون جيرانهم مرات ما عندهم موبايلات. حتى يسهل على الواحد لا اكثر ولا اقل. بس اريد من المستفيدين يراجعون على اللجان الفرعيه قبل ما يجون للمركز. يراجع باللج مكان. يعني ابو الشرقاط، ابو بلد. يدفع فلوس ويوقف هنا وهو دا يشوف اسمه، هناك موجوده دائره متكامله، ليش دا يدفع فلوس؟ ما يقدر يحلها. ابو اللجان يدز لي قصاصه ستبان هذا عنده هيك مشكله، ذاك الوقت انا اعالجها. يعني ان شاء الله هذه مناشده توصل لانه ضروري جدا. اي ما يقدرون يعني ابو بلد، ابو الدجيل، ابو سامر، مو ساد بشار. ليش يجي من هناك مثلا من الشرقاط يدفع فلوس واجره اكو لجنه هناك بالطوز ثلاث ساعات الطريق. يعني اذا مثلا صار فد مشكله معينه يقول لك روح على الدائره. اضاف الموضوع استاذ وليد، عندنا هو المخول ابو اللجنه كل اسبوع 10 ايام يجي يجمع الشغل ويجيب لنا اياه حتى نشتغل على هذا الموضوع. اضاف الموضوع استاذ وليد، بادرت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه من قبل معالي الوزير المحترم دكتور عادل الركابي والست هدى سجاد بخصوص التمر الصحي. قبل اتفقنا عليه على اساس ايه؟ نعم زارنا قسم الرصد الميداني بتوجيه من معالي الوزير زيارة محافظة صلاح الدين. تم الزيارة الى التمر الصحي الموجود بقضاء تكريت وقضاء العلم وقضاء الطوز. تم اخذ موافقة وزيارة بما يقارب 137 عائلة موجودين بالطمر الصحي، حالتهم كلش كنا نزورهم وحالتهم حيل صعبة. نعم توجهت الوزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الموضوع، إن شاء الله سوف يتم أخذ الموافقة وشمولهم براتب رعاية اجتماعية. وأنا أتمنى أستاذ بشار أن نركز على هذا الموضوع ونطلع سوية عليهم. ليش؟ لأن التوثيق بالفضائية مهم جدا. بالضبط الصور فضائيتكم كانت موجودة بيوم زارنا قسم الرصد الميداني، والحمد لله يعني 137 عائلة زرنا، وإن شاء الله رفعناها لبغداد وننتظر الموافقة إن شاء الله استاذ. إذا ستبان إحنا نشكرك والموفقية إلك. الله يسلمك. إن شاء الله نجيش بعد 20 سنة بعدك بنفس. وش دعوة؟ شكرا شكرا جزيلا. يعني إحنا حقيقة نستفاد منكم لأن أنتوا لكم باع طويل بهذا الموضوع والناس تستفاد من خبرتكم. الحمد لله الحمد لله والشكر. بس يا ريت نرد نعيد إنه المراجع يراجع باللجان الفرعية لا يصرف ولا يتعب مكانه إن شاء الله. الله يسلمك. أستاذ وليد بالنسبة للابتزاز من قبل النفوس الضعيفة للمواطنين، الدائرة والموظفين يدرون أي معقب بالدائرة ممنوع يطب، هاي قدام ماكو داعي معقب، ماكو داعي يعني يعني مواطن أنت بنفسك المستفيد نفسك تعال صارت لك عندك مشكلة شيء بسيط مثل مغلق تليفونه بيان سر، ليش تعطي مجال للضعفاء النفوس يستغلونك وهو راتب بسيط؟ عندنا خو ما معارض إحنا مو ما يعني سيارات إيه. فأنا أتمنى من الناس اللي المستفيدين عندهم مشكلة أحد يبتزهم بابي مفتوحاني تليفوني موجودة على الدغلة الناس الصفحة الموجودة، يعني أنا استقبل هاي يعني ما أريد يحكي باسم فلان موظف فلان موظف فلان موظف، يعني نتمنى يعني أستاذ وليد يعني جدا بسيطة المواطن والله لو يجي جدا بسيطة شوفها صعبة بس من يشوف الأمور. أنا بالنسبة لي يعني يدرون الموظفين انا يعني قليل اقعد بغرفتي يعني ويا الموظفين. ما تقعد غرفتك حاره الموظفين احسن من المدير. اي جزاهم الله خير بارك الله. فاحنا يعني من خلال نريد نوصل صوره لان احنا تعبنا كموظفين تعبنا فلان هذا فلان هيك فبابنا مفتوح وشغلتك بسيطه يا اخي ليش تعطي مجال
يعني تعطي المجال للنفوس الضعيفة للمعقد، تعطي مجال يستغلك ويستغل ضعفك. احنا بابنا مفتوح، الحاسبة مفتوح، التزم بالجدول، تعالي بيومك شغلتك كاملة. بدل ما تنطي 100,000 اخذ تاكسي 10,000 وتعال هنا. اي يعني والله يا استاذ وليد، يعني من خلال منبركم احنا يعني شغلتنا بابنا مفتوح، لان احنا يعني جاي نسعي وجاي نخدم الناس وليل ونهار. هاي ستبان يعني شغلها جمعه وسبت وبالليل وبالبيت، مو هي بس، الباحثين الاجتماعيين يطلعون بالعطل، يعني شغلنا متواصل بقله الكادر، فهذا ثمره عملنا وشغلنا. نفوس ضعيفه وناس تعبانه ومعقبين من هالحكي يضيعونه. أعزائي المشاهدين، في هذه الدائرة طبعا أهم قسم هو هذا القسم الأرشيف العام، يعني الأستاذ أبو مروان يعني الرجل قدير وقديم بهذا المجال. حياك الله أستاذ أبو مروان. أستاذ حياك الله، كل أهلا بيكم بالكادر صلاح الدين. أستاذ إحسان، يعني شلون توضح لي موضوع الأرشفة وهذا مهم جدا، شلون يعني شنو الامور اللي تقدمها، شلون تساعد الناس بهذا الموضوع؟ طبعا هنا هو عام لكل المحافظة. نعم استاذ، بالنسبه لشعبه الارشيف كان قبل شعبه الابابير، ما بعد كان العمل يدوي بعد تلقي الاوامر من بغداد من الوزاره، انه صار شعبه الارشيف شعبه الكترونيه. تدخل كل هاي الارشفه من ضمن الحاسبة أرشفة إلكترونية، كانت يدوية سجلات، هسه أصبحت حكومة إلكترونية وشعبة أرشفة، تدخل كلها ضمن الأرشفة الإلكترونية. ما يقارب عندنا 40,000 مستفيد مشمول من 2003 لحد 2011، عدا أرشيف النواب. النواب بعد ما كملت خل ما يدخل، يمكن ما يقارب 7. يعني حتى يعرف المواطن أنه أكو للنواب موافقات خاصة. مثلا 20-30-100 موافقات خاصة، ما قارب انجزنا 7,000 على ما أظن، 7,000 انجزت بعد ما أدخلنا هالأرشيف على لإكمال البطاقة الذكية وإدخالهم في الأرشيف الإلكتروني. عندنا الشمول 16 من 2003 لحد 21، ضمن الشمول القديم عندنا ما يقارب 40,000 مستفيد. خرج عن الخدمة ما يقارب 2,000 من الموظف المتقاعد المتوفي. أنا أريد أوقف عند هذه النقطة، أريد أسألك وأنت تطرقت بها، اللي يخرج عن الخدمة شون سياق العمل؟ سياد آلية العمل يتوقف بالحاسب الإلكتروني، يتم إيقافه بعد تقديم الطلب، إذا كان موظف يجيب الأوامر الدارية والمباشرة، يتم سير الإيقاف العملية ضمن قاعة البيانات، إذا كان علي استرداد ديون متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية يتم استرداد ديون علي حسب التعليمات توجيهات الوزارة بما يخص استرداد الديون. أستاذ إحسان، هسه إذا أقول لك أريد أضبارة فلان ابن فلان عام 2006، طلع لي إياها؟ إحنا نخرج خارج الشعبة بمخزن خاص. يعني أعزائي المشاهدين، أحمد لو تيجي إحنا يعني نتكلم سوية أخوان، هذه الدائرة ما يروح بها شيء. شوف إحنا اليوم الآن أكو أكثر من 40-50,000 مستفيد، كل واحد إلى أضبارة خاصة. يعني اليوم ذكروا الأخوان، فقط اللي يريد يعني ينهي خدماته من هذا الموضوع هو يغادر، لكن هذا كل مستفيد اليوم آني في كل محافظات، في كل أقضية المحافظة موجود اسمه ومعنون ومأرشف، هذا قدامكم. شوف هاي كلها يعني كاملة أخوان، فما حد يروح حقه، يعني حقكم موجود، لكن احنا نريد تعاون أستاذ إحسان. مو اليوم المواطن يعني من خلال وسائل الإعلام يريد يفهم الآلية، يفهم أنه تكلمنا على موضوع التقاطعات الرواتب حتى لا يتعبكم وأنتوا يعني بحثكم. يعني بس انت يعني استاذ احسان، احنا دائما ناكد، اكدنا على هذا الموضوع، هاي مناشدات الى السيد المحافظ الى المعالي الوزير، يعني ارشفه كبيره بس انت صعب. يعني انا عندي مناشده للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه المحترم والسيد المحافظ المحترم، بقله الكادر في كل قسم الحمايه الاجتماعيه في صلاح الدين، ما يخص شعبه الارشيف تحتوي على 9 أقضية أو 8 أقضية، كل المستفيدين مال المحافظه موجود في هذا الشعبه الكترونيا ويدويا. اعاني من قله الكادر، مسؤول شعبه واحده يشتغل فقط. لو بس 2 وياك ادير هذا العمل كله، ادير هذا العمل كله بما الادخالات الوكالات البي ام تيات البيان السنوي اثبات الحياه، هذا كله انا ادخله، اخراج ودخول وكبس وتدقيق كله ادير انا واحد شخص.
انا وانت شلون تنورني عن الموضوع هذا يعني. شلون انت تعمل الان سياق عملك بالنسبه لاتصال البطاقه؟ العمل مال الشركه العالميه للبطاقه الذكيه هي اول ما يبدي احنا يجينا فايلات كامله من قبل الدائره اللي احنا متعاقدين وياها، يعني نقدر نقول النهايه يعني بالضبط تكمل الفايل من الدائره اللي متعاقدين وياها سواء كان تقاعد او رعايه او اي دائره. نعم يجي فايل انه هو مختص كامل بيه الاستشاريه، اسم المواطن، رقم الحكومي، بمعلومات اللي هيئتها الدائره مسبقا بموافقات واختام وقانونيه والاقسام البقيه، تجي احنا مجرد ادخال بيانات طبعا وفق السره اللي تهيئه ايضا الدائره، ادخال بيانات ونكمل ادخال بيانات، نسلم المواطن البطاقه الذكيه على الشهر اللي يجي بعد الاصدار يستلم البطاقه وخلاص، يعني موضوع ماشي بكل سلاسه وما باي صعوبه ان شاء الله. استاذ بشار من خلال ما يستلم الراتب الى ان يستلم بايده البطاقه الذكيه اكو قطع راتب؟ لا لا ماكو استاذ، يعني يستلمه اول مره يدوي؟ لا استاذ ما عندنا يدوي نهائيا، كل قاعدته وكل المحافظات ما عندنا شيء يستلم باليد، يعني كله بطاقه، كله بطاقه ذكيه. بعد ما يصدر بالوجبة اللي بعدها يستلم راتب رعاية، يعني إذا هو ما يستلم وبعدين يصير لا بطاقة وهذا يعني التقاعد هيك؟ لا استاذ احنا مباشرة ما عندي من يكمل الفايل يجي هنا. نعم يكمل يستفيد بالرعاية الاجتماعية اللي يستلمون راتب كلهم عندهم بطاقة ذكية يبصم، مو كي كارد، العفو مو ماستر، كي كارد لازم هو يبصم شخصيا. نعم استاذ ماكو ان شاء الله اكو يعني صادفكم انتم كشركة معضلة بالنسبة للمواطن حتى من خلال الشاشة نعالجها؟ يعني اللي يصير يعني مثلا اغلب المواطنين المشكله اللي تصير عنده مثلا يجي موسم سكاته نقص اللي احنا اللي ننوه عليه انت تريدها تستفاد اللي انا استفاد من عندها طبعا كبحث عن الدائره هويه اصليه بطاقه السكن هاي اللي اقدر اصدر او طبعا كتاب الدائره الاستشاريه. يجي مرات مواطن ها والله اني بطاقه السكن مستنسخه انا ما ادري ايش هاي مو قصه اني يعني مو اني اقدر اعالج الموضوع ترشفها بحاسي طبعا سكنر وتندز البرنامج وبرنامج ذكي مقابل للاختراق فهذا يعني موضوع شويه يعني منبه المواطن مرات ها لا ما ادري ايش تدري انت يعني يريد يمشي اموره بكل سهوله فمن انا ورا لا يعني ياخذ الامور بروح عاليه ويكمل موسم سكاته ويصدرها ان شاء الله. نتمنى لها شعبة البطاقة الموفقة وشكرا لكم بارك الله فيكم. انت من السليمانية؟ اي والله. شلونك؟ هلا بيك. شنو اللي عندك؟ والله عندنا بس استفسار بس يدقوا حاسب اسمنا مستفاد بالراتب لهم مستفاد هاي. هي بس ماكو داعي اخروك يعني ليش من ذاك الاسبوع جيت وقالوا له هاي اسبوع المنظومه كانت ما تشتغل يعني استاذ بشار ارجو انه يعني الخطوه بعيده. نعم استاذ وليد اذا تسمح لي احنا صار لنا يعني اكثر الناس اللي يستلمون راتب رعايه اجتماع عرفوا الوضعيه مال المحافظات كلها كل شهر صارت الدفعه تندفع مال الرواتب كل شهر تتوقف اربع ايام الى خمس ايام الحاسبات المحافظات كلها يصير تقاطع خاف موظفين ويانا فالاخ هسه ذكر يقول ذاك الاسبوع انا جيت ذاك الاسبوع فعلا كانت متوقفه الواجهه متوقفه وهسه انفتحت وهم راجعوا احنا الحجيه وياه تدري وتعبانه حجيه شنو شغل وياه يعني مال هي على مودي مال ما تمشي الشغل صار هنا بس بدك حاسبه انا كان عامل ولدي ولدك اي وانا قصدي يعني باسمك اي الراتب بس ما يبدا يدخل من مبادره التقاعد يطلب راتب هبل تدري حار الجو يعني هذا القصد يعني انت احنا كملنا ان شاء الله استاذ من يا مكان احنا من البيجي اي وكملنا يا استاذ بشار خلف الله هو شنو يعني هم تقاطع لو خبرنا على التقاعد وكمل لنا الشغل يعني نقدر نقول النسبه 80% تقاعد استاذ وليد حضرتك انت حضرت هو كانت عنده مشكله اكثر من اربع كتب هسه ذكرت موضوع ذاك الاسبوع اجانا كانت عنده مشكله بيننا وبين التقاعد فخابرت المعاون معاون التقاعد استاذ رائد مشكور قلت له استاذ رائد لازم هيك وهيك تكتبوا لنا بالكتاب مالتنا لان عندك تشابه بصمه مو تشابه بصمه وكتبوا لنا مثل ما نريد احنا اجراء الضوابط التعليم استاذ بشار يعني ارجو انه تسعي بموضوع انه المواطن على ثاني صار لي ثلاث دقائق حار يعني استاذ وليد احنا انتم حقكم يعني انتم حقكم ما عندكم ليش انا سالته قلت لك شلون موضوع الغاز انتم ماكو كهرباء قلت لي ماكو يعني استاذ السيد المحافظ ما مقصر ويانا صراحه يعني اي طلب نقدمه يعني حتى ما فاحنا ان شاء الله السيد المحافظ يشوف الحلقه مالتك ان شاء الله
ونتمنى يعني بناء قاعة أوجه من هاي، قاعة يعني للمواطنين. فعلا هو الرجل احنا شافنا بقسم المعاقين بنوا قاعة. يعني كلام منبركم، وان شاء الله من نلتقي بيه بأقرب فرصة ان شاء الله مع يعني السيد المحافظ. المواطن تدري يعني جاي من بعيد، نسعى ببناء قاعة يعني التبريد بيها. مو بس هاي عمي، انا راح اجيب براد عن روح الأموات هنا. براد استاذ وليد عندنا برادات ثلاثة، عندنا حتى الناس تشرب ماء. هاي برد، هاي برادات موجودة حارة طبعا. اذا ما مشكل بالكهرباء انت شنو عندك؟ والله همي انا جاي من بغداد، عندنا جنازة في صندوق حاسب. شوف سمعنا نازلة ساكن هناك عمل، كعمل ولا وقت يعني هنا ساكن. إلي باسمي. زين شو انت ساكن بغداد؟ لا ووقت عمل يعني. ايه ايه مو رسمي. وقتي وقتي. لا لا ايه. زين دقوها حاسبة شو؟ والله هسا انطانا الجنازة تنشوف. همي بغداد سواء انا وخوي. ايه. هم نشتغل عمال ووقتي وهم. جد صار لكم من جيت؟ والله جد صارنا فوق الساعتين. دقوها لو بعد؟ لا بعد. هسا بديع قدامه. المهم الباب. الباب هذا الباب الصغير. طريقنا بعيد احنا. طتك اياها؟ ايش قالت لك؟ على الشباك راح مسير. يعني استاذ بشار هاي قالت له شباك رقم 2. جماعه من السليمانيه. استاذ العزيز هسه هاي قامت تذب البنك النومه. استاذ العزيز هذا بيان رايي باليوم يجينا من التقاعد من 60 70 كتاب. اي المستفيد المواطن بيان حاله ماليه. هسه جاوبته الام الحاسبه شيء كتب قاعده البيانات، ليس لديه المستفيد اسم في قاعده بيانات الرعايه الاجتماعيه. يعني هسه ما عنده مشكله، ما عنده مشكله. هسه راح يقبل على الشباش رقم 2 موارد البشريه، يطبعون كتاب يروحون الله وياهم. ما خلص اذا تريدون امي ناخذكم للبيت احنا حاضرين ان شاء الله. ابويا تشكرون ان شاء الله. صحه وعافيه، صحه وعافيه. هسه انت جماعه القاضي، ايش عندك؟ والله بس حاسبه. اي والله. مين انت؟ والله من ندوس. ندوس؟ اي والله. هسه من تجون على على تكريت تطلعون كركوك؟ إيه. لا لا قبل إيه على ماكو طريق مباشر. إيه. من سنطيتوا المعاملة. إيه. ستبان يعني أنا أرجو إنه أنتوا لا تدوخون والضوجون، لأنه معظم اللي يوقفون هنا شوية الجو حار، فأنتوا بس شوية الإسراع بعملية التقييم. إذا هي موظفة وحدة. مو هي أنا شفتها أنا، أنا جيت عليش قبل ما جيت على المواطن. حتى يعرفون هم الاخوان. اجي اشوفهم. احكي لي احكي لي. يعني انت بس ان شاء الله هاي يسمعوني وكل الاخوان، السيد المحافظ، السيد الوزير، كل مسؤول على هذا الموضوع. احنا دا نجي على المواطن، الجو حار وموظفه وحده والله اكبر، شو دي يسوي؟ فاتمنى الاسراع بهذا الموضوع ان شاء الله. استاذ وليد من اللجنه العليا المتمثله بسيد القاضي، عندنا بما يقارب 400-450 قرار وافقوا لهم. هاي يطلع مو تجي وزارة التخطيط بهم مقبولين تحت خط الفقر وفوق خط الفقر. تحت خط الفقر لهم حق نصدرهم ذكية مثل ذولا 759 تمام؟ اللي فوق خط الفقر له حق يطعن بقرار القسم. أكو لجنة عليا متمثلة بالسيد القاضي. فالناس هسه أغلبيتهم حسب ما افتهمت من عندهم مراجعين على اللي يعرفون جت الاوراق من المحكمه لو لا، هم يراجعون للمحكمه والمحكمه تحول لنا يعني. هذا مقبول وهذا ما مقبول. فهسه بالجديد يعني ان شاء الله البارحه اتصلت باللجنه العليا، اكو 450 قرار وافق على يوم القاضي حتى يعرفون المواطنين. 450 قرار وافق على يوم السيد القاضي تحت خط الفقر، زارهم الباحث الاجتماعي، تبين انهم بحاجه لراتب رعايه اجتماعيه. احنا ان شاء الله يشوفوها الناس كل يوم الخميس الحلقه حتى ياكدون على هذا الموضوع، وان شاء الله نتمنى من كل الاعلاميين يوضحون هذا الشيء، لان مو بحدهم يعني حقيقه اللي هو الصفحه الرسميه ما تكفي. يجوز اكو مواطن ما يعرف، بس يجوز الناس يشوف فضائيه تسمع اذاعه حتى الناس تعرف ان شاء الله. انا اشكركم، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية جولتنا اليوم في قسم الحماية الاجتماعية مع أستاذ بشار. يعني فقط أريد آخر شيء أستاذ بشار، يعني ماذا تقول لمواطننا وشنو الأمور اللي تريده من خلال نهاية هذه الجولة؟ أنا
نعم احنا اول بالبدايه نشكرك على هاي الزياره، نقل هموم وعمل وتوجيهات الوزاره للمواطنين وادراكهم بالموضوع. بالنسبه للمواطنين، المواطنين نحب التزام بالجدول ومراجعتهم هم بنفسهم، لا ينطون مجال مثل ما ذكرت قبل شويه، لا ينطون مجال للتعقيب المعقبين نفوسهم ضعيفين يستغلهم، يعني هاي كلش نقطه كلش مهمه، بوبنا مفتوحه. انا والسيد المعاون قاعدين بالاستعلامات، اذا انا المعاون قاعد بمكان يعني منعوف المكان، فاحنا من هذا الباب يعني نحب ننوههم، بوبنا مفتوحه، تليفوناتنا موجوده، يعني يراجعوننا شخصيا، اي واحد عنده مشكله يراجعنا. وان شاء الله مثل ما ذكرت اليوم ان شاء الله بين البارحه واليوم ان شاء الله، يعني البارحه انطلقت الدفعه مال شهر تموز تدريجيا، واليوم ان شاء الله العالم تستلم مستحقاتهم. وبالنسبه للبيان السنوي يعني اللي خابروا يتصلون بي، ارقامهم مفتوحه، يجاوبون البحث الاجتماعي، والعمل الشمولي الورقي مستمر والادخال. وبالنسبه نطمنهم مره ثانيه ل 759 عن قريب الوزاره ساعيه بالتخصيص المالي، ونشكركم مره ثانيه بدائره الرعايه الاجتماعيه في محافظه صلاح الدين. احنا ايضا استاذ بشار وامام كل الناس ايضا احنا تليفوناتنا موجوده، نعم، حتى نساعدكم اي تمام. سؤال واستفسار احنا مباشره عليكم ان شاء الله. حاضرين احنا برسم الخدمه على راس استاذ وليد. اذا اعزائي المشاهدين، حقيقه من خلال الجوله اليوم في قسم الحمايه الاجتماعيه في صلاح الدين، فقط نقطتين اريد انوه قبل ان انهي الحلقه. اخوان احنا هواتفنا موجوده، وايضا قسم الحمايه ومدير الحمايه موجود تليفونه، لا تروحون على المعقبين ولا تروحون على كل هاي الامور، تجون بنفسكم او تتصلون بنا احنا نساعدكم. وان شاء الله كل الاخوان المستفيدين من الرعايه الاجتماعيه توصل رواتبهم بكل امانه. اليوم كانت انا وزميلي احمد الدوري جوله في قسم الحمايه الاجتماعيه، دائما هواتفنا موجوده لخدمتكم. تقبلوا بالنهاية تحياتي وليد المدني وتحيات أحمد الدوري، ألتقيكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.